جولات دور المجموعات من كأس أمم إفريقيا كانت نهاية مشوار عدة مدربين دفعوا ثمن نتائج منتخباتهم في مستهل الكان. البداية كانت بتخلي الاتحاد التنزاني عن مهام مدربه الجزائري عادل عمروش على ضوء العقوبة التي أقرها الاتحاد الإفريقي للعبة بعد مثوله أمام اللجنة التأديبية بسبب تصريحاته. من جهته دفع المدرب الإيرلندي كريس هيوتن ثمن الخروج المبكر لمنتخب غانا بإعلان اتحاد الكرة إقالته من تدريب البلاك ستارز. وبعد الإقصاء الدراماتيكي لمنتخب غامبيا من الحدث القاري إثر الخسارة على يد الكاميرون، أعلن البلجيكي توم سونتفيت تركه لمنصبه حيث فشل في قيادة العقارب لتحقيق أي نقطة في الكان، وتعرض للخسارة في مبارياته الثلاث ليخرج متذيلا الترتيب. وبالرغم من تأهل صاحب الأرض والضيافة كوت ديفوار إلى دور ثمن نهائي، إلا أن الاتحاد الإيفواري وضع حداً لمسيرة الفرنسي جون لوي غاسي مع منتخب الفيلة بعد الهزيمة القاسية أمام غينيا الاستوائية برباعية نظيفة، ليتولى المساعد إيميريس فايي قيادة المنتخب بدءاً من مباراة السنغال. والتحق المدرب الجزائري جمال بلماضي بركب المغادرين عن منتخباتهم بعد الإخفاق في بلوغ الدور الثمن النهائي، حيث أعلن رئيس الاتحاد الجزائري حل الارتباط وفك العقد الذي يربط المدرب بالهيئة الكروية الجزائرية. ويعد مدرب نصير قرطاج التونسي جلال القادري آخر المغادرين على خلفية الإقصاء من الدور الأول والانتقادات اللاذعة التي طالته بسبب الأداء المخيب للمنتخب. المنافسة مستمرة والاتحادات الكروية في مهمة البحث عن أسماء قادرة على تصحيح المسار قبل الاستحقاقات الرياضية القادمة، بداية من تصفيات كأس العالم 2026.